سي منصف، السلطة التي تتقصى وتتبع في مراسلات الواتساب متاع شيماء عيسى، تصور انت لو كان ابو لهب هو عند السلطة في تونس، حتى بالكرامة العربية وبالأنف العربي لا يقبل ان تبيت بنت سجين ام ابناء يحكم لها القضاء بقبول الافراج وتأبى النيابة العمومية إلا أن تستأنف لتبيت العيد متاعها يا رسول الله مجرمة وفي الأعياد، هذا نقولوها بكل أسف، في الأعياد تجد ديما قائمة كبيرة العفو، أشكون عفو على كتاب أدباء مجرمة متاع حق عام، ولكن شيء معيسة تتبعه في تدبيرات متاعها واتساب، السلطة هذه قادرة باش توقف النزيف متاع هالكمائن جاي من ويمشوا راهم من القاسرين البوزيد وهم كي ينتقلوا ليوصلوا الشخص، وبعد يسأل جي سؤال سيد سعيد من أين جاء وكيف أتوا. هو الحقيقة احنا لابد أنه نبدو على بينة من طبيعة الانقلاب، وكل خطوة يخوض بها الانقلاب من أجل ترسيخ السلطة متاعه. للأسف إذا السياسيين مازالوا يفكروا على أنه الانقلاب وأنه قيس سعيد ممكن ماهوش هو اللي مسيطر وممكن غايب عليه بعض المشاكل اللي حصلت في تونس، انا اقول قيس سعيد يستعمل في السياسه خدمه في العديد من البلدان، خاصه في بلدان امريكا الجنوبيه وبعض البلدان الافريقيه، هي ما يسمى بالسياسه من خلال الازمه، كرايزس مانجمنت، يعني خلق الازمات. يعني هناك مشتو في صوت سيموس، حاول اخرج اكثر من الميكرو. نعم، عندهم خبراء يعملون معهم في إطار استغلال الأزمة من أجل السيطرة أكثر على السلطة، هذه حقيقة لابد أن نقف عليها. اللي يقوم به قيس سعيد اليوم فيما يتعلق بالمهاجرين، المشكلة ما هيش مشكلة مهاجرين، أنا بالنسبة لي ليست مشكلة أفارقة، يخلق الأزمة يا أستاذ منصف، لأن أقول كرة ثلج الآن، هذه كرة نار، لكن ألا يدركون التبعات كبيرة الأمنية والاجتماعية على ما يقع في الصفاقس الآن؟ نقول أنه الانقلاب فاشل على كل المستويات، يعني ليس له حلول لا اقتصادية لا اجتماعية لا في التعليم لا في التنمية لا في الصحة، كل الوعود التي قدمها الفرنسا لم ينفذ منها ولو بنسبة 0.01%، حتى كذبة انه هو ضد صندوق النقد الدولي واللي هو ما هوش مستعد باش يضحي بالتوانسة من خلال رفع الدعم، هذه كذبة كبرى، ورفع الدعم قد وقع فعلا في تونس، الرجل يكذب صباحا مساء على التوانسة، الحقيقة يريد أن يغطي على الفشل متاعه من خلال خلق الأزمات. اليوم الاتفاق الذي هو طريقه نحو التنفيذ مع الاتحاد الأوروبي وبدأ قيس سعيد في تنفيذه، الاتفاق هذا يفترض أن تونس دولة آمنة، وانه اي افريقي يقع القاء القبض عليه في البحار المياه الاقليميه يعاد بفضل الامن التونسي يعاد الى صفاقس، وهناك حتى ان كان لم يخرج من تونس، حتى ولو كان لم يخرج من تونس هم يشدوا في الفلايت في البحر في عرض البحر ويعيدونها الى تونس. الخطر الكبير، انا هلاش ننبه في الصفاقسيه مهم جدا، الخطر الكبير انا مش اشوف، انا عندي نسبة كبيرة ياسر متاع انه السيد هذا الانقلاب هذا اللي هو ما خافش لا من الغاء الدستور ولا من عدم الوفاء للقسم متاعه، ما خافش من عدم من حلال البرلمان من هدم كل المؤسسات، انا اقول الرجل هذا وانا اعتقد على يقين انه لن يبقى له ايام طويلة اخرى، يبقى انه الوضع وصل الى حالة كارثية. انا اللي خوف انه يقع استغلال الافارقة هذم كما وقع استغلالهم في ليبيا، ابان الثورة الليبية اللي صار استغلال الناس هذم من خلال استعمالهم كميليشيات، ممكن هذا يؤدي الى كوارث في تونس، وهذاك علاش ننبهوا التوانسة وخاصة ننبهوا الصفاقسية انه ينتبهوا للي صاير في بلادهم، وانه ما يلزمهمش يقفوا مع موقف مرتبط. هل اني اليوم انا اذا جيت انا ضد وجود الافارقه، مش ضد وجود الافارقه، انا ضد عمليه توطين الافارقه، راني انا ماهيش بالضروره ضد قيس سعيد،
انا اقول ان اليوم مع انقاذ تونس قبل كل شيء. نعم المشكل الوطني اكثر منه جهوي. نعم نعم يعني قضيه انقاذ تونس قضيه مصيريه تهم التوانسه الكل وتهم اتحاد الشغل. ونعرف اتحاد الشغل في صفاقس الاتحاد الجهوي في صفاقس اتحاد مناضل فيه رجال وفيه ناس اقوياء وفيه ناس قادرين يتحركوا. فما العديد من المطالب الدعوات الى اضراب عام في صفاقس من اجل البحث على حل كيف في قيس سعيد يلتقي بوزير الداخلية اليوم ويلتقي بالقيادة الأمنية وهو في رفاهية في وضع غير عاد ما يهمتوش. يعني توانسة عايشين وضع كارثي على المستوى الاقتصادي على المستوى الاجتماعي على مستوى الصحة. الناس قاعدة تموت مش دويات قاعدة تدخل الناس مش لاقي ما تاكل وثم يزيد عليهم حالة متاع أمنية كارثية والرجل ما على بالوش قاعد يحكي على أنه هم رجع عنا القضية هم قضية أنهم يتآمروا قضية أنهم يخططون ويستغلون في الفرص. فعلا دعوة للصفاقسية ودعوة للعقلاء دعوة للناس اللي كانت شادة صفاقس دعوة للناس اللي كانت شادة البلدية الناس اللي كانت شادة الولاية أنه ناس ما يسكتوش على اللي صاير في صفاقس. نعم أستاذ أنا...